بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنستكمل إن شاء الله سبحانه وتعالى الكلام عن تفسير سورة البقرة، وكنا قد توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الآية من كتاب ربنا سبحانه وتعالى يبين الله عز وجل لنا فيها حكما من أحكامه التي افترضها على عباده، ألا وهي الجهاد في سبيله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يقول: كتب عليكم القتال. كتب بمعنى فرض، زي ربنا سبحانه وتعالى لما قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كتب عليكم الصيام يعني فرض. هذه الآية يقول الله سبحانه وتعالى فيها: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كتب يعني إيه؟ فرض عليكم القتال. ودي إحدى مراحل التشريع بالنسبة للجهاد، إحدى مراحل التشريع بالنسبة للجهاد. الجهاد شرعه الله عز وجل على مراحل، هذه المراحل كانت بالنسبة لأحوال المسلمين في كل مرحلة من المراحل. والمراحل التي مر بها تشريع الجهاد 4 مراحل. إيه هي المراحل ديت؟ أول مرحلة لما كان المسلمين في إيه؟ في مكة، ودي كانت مرحلة استضعاف، وكانت قوة المسلمين في هذا التوقيت قوة ضعيفة بالنسبة لقوة المشركين، فلو دخلوا في أي معركة أو في أي قتال ستكون النتيجة محسومة لصالح مين؟ لصالح المشركين. خلال 13 سنة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها في مكة هو ومن آمن معه من أصحابه، ربنا سبحانه وتعالى لم يأمرهم بقتال، بل ولم يشرع لهم القتال أصلا. ليه ربنا سبحانه وتعالى في العهد المكي لم يشرع القتال للمسلمين؟ لأن كان ببساطة جدا المعركة محسومة النهاية لصالح مين؟ لصالح المشركين، بسبب عدم تكافؤ القوة. القوة كانت للمشركين، ولذلك لو دخل المسلمون في معركة لانهزموا. طب وإيه الفائدة لما ندخل في معركة أنا على يقين من الخسارة فيها؟ ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا إيه؟ يعلمنا دراسة الأمور قبل البدء أو قبل الإقدام عليها، مش أي شيء يطلع في دماغك تعمله، لابد أن أنت يكون عندك دراسة وتأني ونظر في الأمر. في العهد المكي بعض الصحابة رضي الله عنهم لما آمنوا وملأ الإيمان قلوبهم راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا بعد فترة من التعذيب والنكال الذي حل بهم من المشركين، راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويقولون له: يا رسول الله، في الجاهلية كنا أعز من هذه الحال التي نحن فيها في الإسلام، فلما لا نقاتل القوم؟ هم يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يقولون له: احنا كنا في الجاهلية أعز من هذا الوضع، احنا حاليا بنضرب ونؤذى ونعذب ونقتل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على بعض الصحابة هم يعذبون، كان ينظر إليهم وقلبه يعتصر حزنا عليهم، ثم لا يملك إلا أن يقول لهم: صبرا آل ياسر، إن موعدكم الجنة. بس ده كان أقصى ما يمكن أن يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرى بلال رضي الله عنه يسحل في الصحراء، يجر على رمال مكة المحرقة بسبب شدة الحرارة، ولا يستطيع أن يفعل له شيء صلى الله عليه وسلم، إلا أن يأمرهم بالإيه؟ بالصبر، وأن يأمرهم بالاستمساك بدين الله سبحانه وتعالى. لأن هذه المرحلة القوة فيها كانت غير متكافئة، المشركين كانوا أكثر عددا من الإيه؟ من المسلمين في بداية الأمر، ومن حيث العدة يعني من حيث الإيه؟ الأسلحة وكذا، كان المشركون أقوى من الإيه؟ من المسلمين. فأي دخول في معركة في هذه المرحلة كانت النتيجة محسومة لصالح المشركين. فلذلك الله سبحانه وتعالى لم يشرع القتال في هذه الفترة، فقالوا: يا رسول الله، إذن لنا في قتال القوم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر بقتال. إني لم أؤمر بقتال، إلى الآن أنا لم أؤمر بالقتال، بل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وكفوا أيديكم. ده كان المشروع لهم في مكة. فلما انتقل للمدينة تغيرت الأحكام، تغيرت الإيه؟ الأحكام. يبقى العهد المكي كان في أول مرحلة من مراحل تشريع الجهاد، وهي إيه؟ عدم القتال، الكف. أي كف يعني إيه؟ الكف يعني التوقف عن قتال المشركين والصبر على أذاهم
وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. بدي المرحلة رقم كم؟ المرحلة رقم واحد من مراحل تشريع الجهاد، هو لم يكن مأذونا فيه. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر الصحابة رضي الله عنهم، أذن الله عز وجل لهم في القتال بغير أمر. أذن الله عز وجل لهم في القتال بغير أمر، يعني إيه؟ يعني الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين: إن أردتم أن تقاتلوا فقاتلوا. فقال الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. يعني أذن لهم في الإيه؟ أذن لهم في القتال. وهنا ده إذن بالقتال وليس أمرا بالقتال. بدي المرحلة رقم كام؟ المرحلة رقم اثنين كانت فين؟ كانت في المدينة. مرحلة رقم واحد اللي هو النهي عن الإيه؟ النهي عن القتال، الأمر بكف اليد عن المشركين، يعني عدم القتال. النهي عن القتال ده كان في العهد الإيه؟ المكي. 13 سنة في مكة الله عز وجل يأمر المسلمين بكف أيديهم عن المشركين. السبب إيه؟ إن المعركة غير متكافئة القوة، الدخول في هذه المعركة الآن تساوي الخسارة، لا ما تدخلوش. وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى، ربنا بيعلمنا كيف نتخير بين الأمور، أن نتخير بحكمة وعلم وعقل، مش تهور، مش شجاعة، ولا فتح الصدر على الفاضي. لابد من موازنة القوة والضعف، لابد من ذلك. فلذلك 13 سنة في مكة الله عز وجل يأمر المسلمين بكف الأيدي. السؤال: ومن اللي على الحق؟ المسلمون هم على الحق، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي على الحق، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيشرع هذه التشريعات ليعلم من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم بضرورة النظر في الأمور وفي العواقب. مش أي شيء يطلع في دماغك تعمله، لابد أن تنظر في أمورك وفي عواقب ما ستفعل. مش مفيش تهور، مفيش اللي هو نوع من أنواع العشوائية في التصرف، لا سيما في الأمور العامة المختصة بعموم المسلمين. ليه؟ لأن أنت ممكن تاخد قرار عام تهلك به المسلمين، فأين المكسب؟ مفيش مكسب، فأصبح أن هذا قرار مخالف للشريعة، مخالف لإيه؟ للعقل البشري. معركة خاسرة كيف تدخلها؟ ف13 سنة في مكة، أغلب حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة كان صلى الله عليه وسلم غير مأمور بالإيه؟ بالقتال، بسبب موازنة القوة والضعف. لما هاجر من مكة إلى المدينة تغيرت أحوال المسلمين، أصبح لهم شوكة وأصبح لهم قوة وعددهم زاد وعندهم فرصة في التحرك. الأول كان في مكة تحت بطشة الإيه؟ تحت بطشة المشركين، لكن في المدينة هم أحرار بعيد عن الإيه؟ عن الأسر الذي كانوا فيه عند المشركين، فعندهم فرصة أكثر للتحرك. فلذلك أذن الله عز وجل لهم في القتال. طيب لماذا لم يأمرهم الله؟ لأنهم لسه برد، لسه إيه؟ قوتهم لسه لا ترتقي إلى الأمر بقتال المشركين أمرا مباشرا من الله سبحانه وتعالى، لسه قوتهم يدوب بتقوى، لسه بتنشأ. فلذلك أذن الله عز وجل لهم في القتال، يعني حبيتوا تقتلوا المشركين قتلوهم، بس أنا لا أمركم بهذا، اللي عاوز يقاتل يقاتل، طبعا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. دي المرحلة رقم كام؟ اثنين. شوية شوية اشتدت قوة المسلمين واشتدت شوكتهم، فأمر الله عز وجل بقتال من يقاتلهم. قال سبحانه وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. بدي المرحلة رقم كام؟ ثلاثة. حاليا انتوا المسلمين حاليا ما شاء الله قوتكم اصبحت تكفي لقتال المشركين، تكفي لان امركم بقتالهم امرا مباشرا. فامر الله عز وجل بالقتال، بس هيقاتل مين؟ هيطلع كده يقول انا اريد ان اقاتل كل المشركين؟ لا، لسه قوتك ما تسمحش بذلك. طب هنقاتل مين؟ ستقاتل الذي اعتدى عليك. شوف التدرج، سبحان الله، والله عز وجل بيده الأمر كله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يشرع هذا التشريع الحكيم علشان الإنسان يتعلم التؤدة، يتعلم الصبر، يتعلم الحكمة. مش كله إيه مرة واحدة كده، أنت مش في كل حال تصلح أن تتخذ قرار، ممكن تكون بتمر بمرحلة استضعاف تقول لا ده احنا على الحق، وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على الحق، تقول نحن نغار على الإسلام وعلى الدين، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغار، والصحابة رضي الله عنهم
اللي عندك كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ملء الأرض من مثلك، حبا وتقوى وغيرة على دين الله سبحانه وتعالى، وهو خير من عبد الله. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى ينظر للأمر نظرة الموازنة بين القوة والضعف. في بعض الناس النهاردة تاخدهم الحماس، ألسنا على الحق وهم على الباطل، طب يلا بينا. ايه يلا بينا دي؟ نعملوا ايه يلا بينا دي؟ يلا نروح القتل غير المسلمين. ايوه ثواني، هل احنا قوتنا حاليا متكافئة معهم؟ والله لو كانت متكافئة يلا بينا. طب لو ما كانتش متكافئة ما ينفعش تاخد قرار زي كده. ليه؟ لان انت كده هتهلك من سيقاتل، وهذه معركة خاسرة، وسيأتي الكلام عن ذلك ان شاء الله سبحانه وتعالى. شاهد من الكلام دي المرحلة رقم كام؟ 3. لما قويت شوكة المسلمين شيئا فشيئا أمرهم الله عز وجل بالقتال، ولكن بقتال من يقاتلونهم فقط. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. بدل مرحلة رقم كام؟ 3. واحدة واحدة ما شاء الله قوة المسلمين زادت، وأعداد المسلمين زادت، والناس يدخلون في دين الله أفواجا، وأعداء الله عز وجل ينهزمون في كل يوم هزيمة نفسية أكثر من اليوم الذي قبله. فربنا سبحانه وتعالى نزل آخر مرحلة من مراحل تشريع الجهاد، وهي قتال المشركين كافة. قال سبحانه وتعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. السؤال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كتب بمعنى ايه؟ فرض. هنا الآية دي بتشمل انهي مرحلة من مراحل الجهاد؟ ايوه التالتة. وليه؟ والتالتة والرابعة، لان التالتة فيها امر بالايه؟ بالقتال، فرض ان انت تقاتل من قاتلك، ده فرض. الامر الثاني اوسع من شويه، الامر الرابع اوسع من ده بشويه، ان انت تقاتل كل من كفر بالله سبحانه وتعالى، فده اوسع. فربنا سبحانه وتعالى لما يقول كتب عليكم القتال اي فرض، فيشمل الايه؟ يشمل المرحله الثالثه ويشمل المرحله الرابعه. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم. القتال ان انت تطلع تجاهد في سبيل الله في مشقه، صح؟ في مشقه على النفس، في بذل جهد ووقت ومال وطاقة وكل شيء، وأضف على ذلك فيه احتمالية القتل، ممكن يكون في بذل روح، ممكن تطلع ولا تعود، صح؟ يبقى أنت كده قتلت نفسك في سبيل الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن هذه الأمور لا تحبها النفس، هي النفس البشرية بتحب الراحة، بتحب الرحرحة يعني، تمام؟ وأنا إيه اللي هيخليني أذهب وأقاتل وأتعب وغير ذلك، وأنا عندي استعداد أن أنا أجلس ولا أتعب؟ نفس البشرية لو خيرتها ما بين الأمور ديت على التخيير هتختار إيه؟ هتختار الراحة. الإنسان يختار الأمر اللي فيه رفق، الإنسان يختار الأمر اللي فيه رفق. ولذلك في غزوة بدر، غزوة بدر كانت في سنة كام؟ في سنة الثانية من الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إن الله وعدني إحدى الطائفتين، لما كانوا رايحين يعترضوا العير بتاعت قريش، النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة ربنا سبحانه وتعالى وعدني بشيء من اثنين، إما أن ننال هذه القافلة ونأخذ ما فيها من الأموال، وده شيء جميل جدا، وإما أن ندخل في حرب مع القوم فنغلبهم، وده مسألة برضو مهمة جدا. لكن أنت لو نظرت في المسألتين دول أيهما أيسر؟ يطلع ياخدوا القافلة والفلوس ويردوا، ولا يطلعوا يدخلوا في حرب في احتمالية ان بعضهم يقتل فيها وفيها جهد اكثر حتى لو كانت النتيجة محسومة لصالحهم، ايهم ايسر؟ اللي هي القافلة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم. الصحابة كان في نفوسهم عاوزين انهي؟ يتمنوا انه يكون الموضوع عند القافلة، ليه؟ ايسر، وده شيء طبيعي جدا. انت بتخير ما بين امرين احدهما شديد والاخر اقل شده، هتختار انهي؟ الاقل شده. ليه؟ لان ده طبيعي جدا. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم، اي فيه مشقه وفيه نوع من انواع التضحيه الكبيره، لذلك النفوس تكره هذه المشقه. ولكن ليس كل ما تكرهه النفس يكون فيه الشر،
ربما كان الخير فيما إيه؟ فيما تكره. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يعني أنت طبيعة نفسك مش حابة المشقة، مش حابة القتال، إن ممكن يعني تزهق فيه الأنفس، ممكن تذهب فيه الأموال، ممكن تجرح فيه، ممكن. وأضف إلى ذلك إن من أساليب الشيطان في إغواء الإنسان أنه يقعد له بأطرقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، يعني إيه؟ يعني الشيطان بيعترض الإنسان دائما في كل قرار خير يريد أن يتخذه. يقول فلما أراد أن يسلم من البداية أصلا قال تسلم وتذر دينك ودين آبائك وأجدادك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فعصاه فأسلم، ثم قعد له بطريق الهجرة، قال تهاجر وتترك أرضك وسماءك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فعصاه فهاجر، ثم قعد له بطريق الجهاد وقال له تجاهد؟ إنما الجهاد جهد النفس والمال، تقاتل فتقتل، فتنكح المرأة وتؤخذ الأموال. شوف الشيطان بيوسوس الإيه؟ بيوسوس للإنسان. فرح له في الجهاد وقال له هتطلع يا خايب تقتل، وبعد كده زوجتك الحسناء الجميلة هتكون أرملة، بس مش هتفضل أرملة طول عمرها، لابد أن إيه؟ لابد أن تتزوج من بعدك يا خايب، هتتزوج من بعدك، وأموالك اللي أنت بذلت الجهد والوقت وكل شيء في تجميعها هتتركها، وبعد كده تأخذ الأموال للورثة ولزوجتك ولزوج زوجتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فعصاه فجاهد، يعني الشيطان يعني حتى في مسألة الجهاد يأتيك الشيطان ويوسوس لك حتى لا تخرج مجاهدا في سبيل الله. ده موضوع. وإن أنت كطبيعتك البشرية تجد في الجهاد مشقة، لذلك النفس البشرية تكره الإيه؟ تكره الجهاد. تكرهه يعني إيه؟ بتستصعبه، قرار مش إيه؟ مش خفيف على النفس، لابد فيه من مجاهدة للنفس، إن أنت تطلع وممكن لا تعود، ممكن ترمل زوجتك، ممكن يتم أولادك، ممكن تفقد أموالك، ممكن تصاب بجروح وعاهات مستديمة. الأشياء دي كلها لما تخطر في نفس الإنسان لو ما كانش عنده إيمان راسخ ربما إيه؟ ربما قعد عن الجهاد. بسبب إيه؟ إن دي أشياء نتفق فيها جميعا كبشر أنها مكروهة بالنسبة للنفس، لكن ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الجهاد ده اللي انت النفس بتكرهه ربما كان فيه كل الخير. ازاي ده؟ ما هو الجهاد ده بيترتب عليه خير كبير جدا. انت ليه كاره الجهاد؟ كاره الجهاد خايف تقتل؟ طيب ما انت لو لم تجاهد لجاهدك اعداؤك، فان لم تمت بالسيف مت بغيره. يعني انت لو فضلت في بلدك انت فاكر اعدائك هيسيبوك في بلدك؟ سيجاهدونك ويغزونك في عقر دارك، وزوجتك اللي كانت ممكن ترمل وأنت تقاتل في سبيل الله فتقتل حاليا ممكن تغتصب أمام عينك وتقتل أنت أيضا. بسبب إيه؟ بسبب غزو الأعداء لك. وأولادك اللي أنت كنت خايف أنهم ممكن ييتموا بسبب قتلك في سبيل الله ممكن ييتموا وأنت في عقر دارك، وممكن يستعبدوا وأنت في عقر دارك، وأموالك ممكن تؤخذ منك أمام عينك، لأن أنت لو تركت الجهاد فأعداؤك لن يتركوه، أعداؤك لن يتركوك في حالك، لأن المشركين اجتمعوا على قتال المسلمين. ربنا سبحانه وتعالى قال وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. الأصل بيننا وبينهم العداء والحرب، هذه عقيدة لابد أن تكون مترسخة في نفس كل إنسان. ربنا سبحانه وتعالى قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وإن شاء الله في الدرس القادم هنتكلم عن قول الله سبحانه وتعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذه غايتهم، هذه غايتهم. فأنت لو لم تقاتلهم، لو لم تباغتهم لباغتوك ولقاتلوك. فاللي أنت خايف أنه يحصل في سبيل الله ممكن يحصل مش في سبيل الله فتقتل. فإيه اللي حيترتب على جهادك؟ يترتب عليه إعزاز المسلمين وصيانة أرواح النساء والأولاد والشيوخ وغير ذلك من المستضعفين.
أيضا وصيانة أرواح الكثير جدا من رجال المسلمين، وفيه إعزاز للدين وتقوية لشوكة المسلمين وإكثار لأموال المسلمين من خلال الغنائم التي تكون في الحروب. ما هي أموالنا وأموال المشركين؟ إما أن هي تكون أموالهم، إما أن أموالهم تكون غنيمة للمسلمين، وإما أن أموال المسلمين تكون غنيمة للمشركين. ما فيش وسط، ما فيش وسط. الصراع بين الحق والباطل سنة كونية، وإن اختلفت ميادين الصراع، يعني ممكن يكون الصراع في فترة من الفترات صراع سيف وسنان، صراع مدفع ودبابة، ممكن يكون في فترة من الفترات صراع حرب إلكترونية، ممكن يكون في فترة من الفترات صراع حرب ثقافية وفكرية، لكن ما فيش شيء اسمه توقف الصراع بين الحق والباطل، مستحيل مستحيل. لابد من وجود الصراع بين الحق والباطل ما دامت هذه الحياة الدنيا. هذه سنة الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فالمسألة مسألة سنة التدفع دي لا يخلو منها زمان ولا مكان. ممكن الأساليب تختلف، أساليب الحرب، لكن على كل حال لا يخلو زمان ولا يخلو مكان من حرب بين الحق والباطل. فأنت في الآخر خلاص أموالك دي إن لم تكن لك فستكون لأعدائك من خلال غزوهم لك. فالشاهد من الكلام إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو إيه؟ خير لكم. يعني كرهك ده للقتال والجهاد قد يكون فيه كل الخير لك، لأنك تحافظ به على أمنك، تحافظ به على سلامة أهلك، تحافظ به على أموالك، تحافظ به على عز المسلمين. والحق إن لم تكن له قوة تحميه صار كلأ مباحا، أي حد هيتكالب عليه يأخذه. أي حق لو ما كانش له قوة تحميه هيكون كلأ مباح. يعني إيه؟ يعني هيكون مباح لأي حد يرتع فيه كيفما شاء. وده أو هذه قاعدة لا يختلف عليها العقلاء من كل ملة، لا يختلف عليها العقلاء من كل ملة، إن الحق لو ما فيش قوة تحميه هينداس. وأحق الحق هو دين الله سبحانه وتعالى. فلذلك القتال وإن كان في ظاهره كره للنفس وأن النفس تكره هذه المشقة، فإن الخير المترتب على هذه المشقة أكبر بكثير جدا من هذه الإيه؟ من هذه المشقة التي تكرهها النفس. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. النفس بتحب الإيه؟ تحب الراحة. ما أنت لو حبيت الراحة هتغزى في عقر دارك وحتقتحم عليك الأبيات وتؤخذ منك الأموال وتسبى النساء. واقرأوا التاريخ إذ فيه العبر. شوف الفترات اللي كان فيها استضعاف للمسلمين كيف استباح المشركون بلاد المسلمين وأموالهم. شوف أنت كده اقرأ التاريخ، شوف الفترات اللي فيها المسلمين مستضعفين كيف استباح المشركون ديارهم وأموالهم ونساءهم. التاريخ فيه فعلا ما تجيب له الرؤوس من الدروس التي تنذر كل عاقل أنه لابد أن يكون للحق من قوة. لأن أنت لو ارتحت ورحرحت العدو بتاعك مش هيرتاح ويرحرح، هيغتنم هذه الغفلة التي أنت فيها ثم يغزوك، وإن غزاك فأبشر بكل سوء. ليه؟ اللي هيترتب على ذلك شيء لا تطيقه. مين فينا يطيق، نسأل الله المعافاة، يطيق أن تغتصب زوجته أمام عيني؟ مين فينا يطيق أن تغتصب ابنته أمام عيني؟ مين فينا يطيق أن تقتل ذريته أمام عيني؟ محدش يطيق ذلك، صح؟ أهو ده النتيجة، أو فهذه النتيجة التي يجنيها المسلمون إذا تخلفوا عن هذه الفريضة، فريضة الجهاد في سبيل الله. يغزون في عقر دارهم، فيترتب على ذلك من المفاسد ما الله به عليم. لذلك ربنا قال إيه؟ وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله عز وجل يعلم سبحانه وتعالى ما الذي يصلحكم، يعلم ما الذي فيه الخير لكم، لذلك شرع هذه التشريعات. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى لم يشرع الجهاد من الأول؟ لأنه كان يعلم أن في هذه الفترة لو دخلتم في معركة مع المشركين لانهزمتم، وبعد ذلك أذن لكم دون الأمر بالقتال لأنه يعلم أنكم لو دخلتم في معركة مع المشركين
لربما لم تكن القوة متكافئة، لذلك لم يفرضه عليكم، لكن لما قويت الشوكة وكثر العدد والعدة أمركم الله سبحانه وتعالى. مرة أمركم بقتال من قاتلكم، ثم بعد ذلك أمركم بقتال المشركين كافة. وهذه التشريعات تدل على سعة علم الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل لا يشرع الأحكام بعبثية وعشوائية كما نفعل نحن، لا، ربنا سبحانه وتعالى العليم الحكيم الخبير سبحانه وتعالى يشرع بعلم وحكمة ورحمة. لذلك شرع هذا التشريع أي فرض القتال عندما علم أن القوة قد تكافأت، أو أن المسلمين قد صاروا قادرين على الدخول في حرب مع أعدائهم، فشرع لهم هذا الحكم سبحانه وتعالى. لننظر كيف يشرع الله سبحانه وتعالى الحكيم الخبير هذه التشريعات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.